السلام عليكم. كملوا على لي زيكزارسيس ديالنا. وصلنا ليكزارسيس نيميرو 10. اوكي اكزو 10. دونك شنو عطاونا؟ قال لك ان موتور اسينكرون تري فازي تترابولير. هما شرحوها لنا هنايا كاتر بول، سا فو دير ان بي في هاد لو كا ايغالا دو بير دو بول. ا كاج بورت لي انديكاسيون سويفون، دونك هادو سو سون لي طونسيون لي انديكي في لا بلاك سينياليتيك. دونك الموتور مكتوب فيه 380 فولت، 660 فولت، 50 هرتز، est alimenté par un réseau 220-380. Donc, les tensions indiquées et les tensions d'alimentation du réseau 220-380. Alors, comment doit-on coupler le stator sur le réseau? Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait beaucoup. Je vais vous expliquer. دونك السؤال الاول، دونك كيفاش نتعاملوا مع هاد النوع تاع الاسئله. دونك كنقولوا اون لي طونسيون انديكي سور لا بلاك سينياليتيك sur la plaque signalétique. Donc la plaque signalétique, je n'ai que 380-660 volts. Voilà. Cela signifie que la tension supportée par un enroulement statorique est, je ne peux dire qu'un deux serre. Voilà. Donc serre ou elle est. واللي ناخذوه في الاعتبار هذا فاش راني نهضروا على لي طونسيون اللي مكتوبين في لا بلاك سينياليتيك ديال الموتور. دونك لا طونسيون سيبورتو شنو هو؟ غادي يكون هو 380 فولت. دونك هذا هو لا طونسيون سيبورتي بار ان نورمال. دابا بالنسبه للجواب ديريكتوم، شنو غادي دير انت في البرويون ديالك؟ في البرويون ديالك غادي تشوف الى درس اطوار يخص، قلنا خص لو رولمون تجي فيه 380 فولت، و الى درت تريونغ دائما يخص لو رولمون خصني تجيني فيه 380 فولت. سي بون، لو رولمون خص تجيني فيه 380 فولت. دابا غادي نشوفو الريزو شنو غادي فيه. الا انا بغيت ندير كوبلاج اطوال، وانا كنعرف ان الموتور باش يخدم مزيان يخصلو الرولمون. في الحاله ديالنا خصلو الرولمون يجي فيه 380. دابا شحال خص يكون عندي في الريزو شحال غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه 600. الريزو شحال غادي تكون عندي فيه؟ 660. سي بون. علاش؟ لان 660 الى قسمتها على جدار 3 غادي تعطيك 380 فولت. هذه في الحاله نتاع الى كنت باغي ندير اطوال بالنسبه لهاد الموتور اللي لو رول مو ديالو يتحمل 380. انا بغيت ندير له اطوال يخص الريزو اللي يكون عندي ديال لاليمونطاسيون يكون 660. دابا الى بغيت انا نكوبليه تريون، نكوبلي الموتور ديالي تريون، دونك شحال يخص يكون عندي انترفاز؟
دابا هنا لا طونسيون اونتر فاز هو اللي كيوصل للرول مو ديريكتوم هو اللي كيوصل للرول خص يكون عندي اونتر فاز 380 فولت فوالا هما شنو درك عطاوني الريزو الو ابارتي من داك الريزو اللي عطاوني غادي نعرف اين كوبلاج غادي نتعامل به دونك شنو غادي نديرو دونك غادي نكتب هنايا دونك سور ا ريزو شنو الريزو اللي عطاوني شوف قالوا لي الريزو ديال لاليمونطاسيون الريزو تاع الي طاليمونتي هي الي طاليمونتي بار ان ريزو 220 380 دابا الريزو شنو فيه 220 380 دونك سور ان ريزو 220 فولت 380 فولت الو شنو كيهمني انا بالريزو كيهمني لا طونسيون كومبوزي ستادير لا طونسيون اونتر فاز بين قوسين يعني 380 فولت اونتر فاز هذه اللي كتهمني 380 اونتر فاز دونك يعني هذه الكومبوزي تاع الريزو ان كوبلاج اون دو كوبلي لو موتور الى حاله تريون فوالا هذا اون دو كوبلي لو موتور اون تريون سي بون on doit coupler le moteur en triangle حيت الى درتو اطوال وانايا عندي في الريزو مثلا بحال هنايا عندي 660 غادي تجيني 380 في الرولمو دابا الى كان عندي الريزو فيه 380 وانا درتو اطوال الرولمو غادي تجيني فيه 380 على جدار 3 هي 220 و220 ناقصه على 380 الموتور غادي يخدم فاشل ما غاديش يخدم مزيان دونك هنايا لو كوبلاج اللي خصني ندير هو لو كوبلاج تريون حيت لو رول مو كيتحمل 380 والريزو فيه 380 وكا كان الريزو فيه 660 اونترفاس هاد الحاله نديرو ايطوال دابا الحاله اللي رانا فيها كوبلاج تريون سي بون دوزو السؤال الثاني قال لك ريبرودوير سور لا بلاكا بورد ريبريزونتي سور لا فيغور سويفون en dessinant les lignes du réseau et la liaison à effectuer. Voilà, donc il y a la plaque à bord. Il y a le cas où il y a le couplage triangle qui va être le couplage triangle qui va être le cas de la chante les bornes, la chante les bornes face à face. C'est bon? Donc il y a le cas où 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 il y a c'est bon? Et là où j'ai les faces direct. جيب لي فاز ديالك نتاع لاليمونطاسيون جيب الفاز الاولى تجيبها مثلا هنايا ها هي الفاز الاولى تجيبها لهنا الفاز الثانيه تجيبها لهنا والفاز الثالثه تجيبها لهنا دونك هادو هما لي فاز شحال عندي اونتر فاز قالوا لنا 380 فولت اونتر فاز دونك شاك اورولمون غادي يقبض 380 دونك هذا هو الكوبلاج كوبلاج تريونغ اللي رانا رسمين هنا كوبلاج تريونغ تا غادي تعاود ترسم لا بلاكا بورن في الورقه ديالك وتمثل الكوبلاج تريون كيفاش غادي دير دوزو السؤال الثالث الو السؤال الثالث قالوا لي لو ريزو ايتيليزي ايتيل ادابتي بور بوفوار فير ان ديماراج ايطوال تريون فوالا دونك حنا مازال ما درناش لي ديماراج كلاسيك لي ديماراج كلاسيك parmi les démarrages classiques كاين لو ديماراج ايطوال تريون شنو هو ان ديماراج ايطوال تريون هو واحد النوع نتاع لي ديماراج كيتسمى لي ديماراج سو طونسيون ريدويت لي ديماراج بروغريسيف دونك هنا غادي ندير غير ان بتي رابيل نورمالمون هادشي غادي نهضر عليه اون ديتاي هادشي غادي نهضر عليه اون ديتاي هو ان بالنسبه les moteurs de puissance supérieure à la 10 kW بالنسبه للماتر اللي لا بويسونس ديالهم كبيره على 10 كيلووات هنايا ما كنديروش ديماراج ديريكت حيت غادي يقدر الموتور يتوندوماجا غادي نشوفوا هذه في واحد لا سيري ديال لي فيديو اخرين غادي نشوفوا لي ديماراج بروغريسيف دونك هنا شنو كيديروا هنايا اون دو افيكتوي
كيتسموا دي ديماراج، ديماراج كيتسمى بروغريسيف. ما معنى ديماراج بروغريسيف؟ تدريجي، تدريجي يعني سو تونسيون، سو تونسيون ريدويت. يعني في التقليعه، في التقليعه نتاع الموتور كتعطي واحد لا تونسيون فابل على لا تونسيون نومينال ديالو افيك مع واحد ان سيرتان طون، يعني واحد 3 سكوند ولا عاد تعطي لا تونسيون نومينال ديالو. parmi هاد لي ديماراج بروغريسيف كاين لي ديماراج ايطوال تريونك، حيت كاينين بزاف، كاين ديماراج بار اليميناسيون ستاتوريك، كاين ديماراج بار اليميناسيون دي ريزيستانس روتوريك، كاين لي ديماراج بار اوتو ترانسفورماتور، كاين لي ديماراج بار غراداتور ستادير ديمارور الكترونيك. دونك كاع هادو كيأسيريو نفس لا فونكسيون وهي لو ديماراج بروغريسيف، سيتادير ان الموتور في التقليعه ديالو في الديبار كيتعطى لواحد لا طونسيون قلب لا طونسيون اللي كي يكون يخدم به في النورمال، غي اون اتوندو يدور شويه وعاد ونفوتلو ندوزلو لا طونسيون نومينال ديالو. قلنا بارمي هاد لي ديماراج بروغريسيف كاين واحد لو ديماراج اللي كيتسمى لو ديماراج ايطوال تريون، كيتسمى لو ديماراج لو ديماراج يعني بارمي les démarrages progressifs عندي on a le démarrage étoile trion. Mais bien كيفاش démarrage étoile trion؟ الموتور في التقليعه غادي ديماري ايطوال واحد شويه وعاد يدوز للتريون، داكشي غادي يدار اوتوماتيك. غادي نشوفوا لي شيما دو بويسونس ولي شيما دو كوموند ديالو كيفاش رياليزيوه، ولكن هنايا الموتور قلنا كيديماري ايطوال في الديبار واحد دو سكوند ولا واحد لابس دو طون كيدوز للتريون. علاش؟ اول حاجه باش ممكن انك دير ديماراج ايطوال تريونك يخص الموتور الا بغيت يديماري لك، يعني في الحاله ديماراج ديريكت نورمال ديالو خصو يكون يتكوبلا تريون. علاش؟ لان بالنسبه للايطوال، ها هو الايطوال، مثلا حنا غادي ناخذ ان اكزومبل، غادي ناخذ ان اكزومبل، ناخذ واحد ليكزومبل اللي الموتور لور رولمو ديالو يتحمل 220 مثلا، لور رولمو ديالو يتحمل 220 فولت، سي بون. الى درنا ايطوال، هذه هي لا ستركتور تاع ايطوال، غادي نشوفوا لا ستركتور تاع تريون كيفاش تكون هكذا. دابا هو الريزو، هادو هما لي فاز نتاع الريزو. قلنا الموتور شحال ليكزومبل اللي خدينا، قلنا لور رول ديالو يتحمل يتحمل 220 فولت. فوالا، دابا الا كان بغينا نديروه ايطوال، كنهضروا حنا على ديماراج ديريكت يعني ماشي ديماراج بروغريسيف، الا هاد الموتور اللي كالور رول ديالو يتحمل 220 بغيت نتايا ديرو ايطوال، شحال يخص يكون عندك في الريزو؟ هنايا في الريزو، الريزو شحال خص يكون عندك؟ ديرو كولور اخر. الريزو خص يكون عندي فيه هنا 380 فولت. علاش؟ لان 380 فولت فاش غادي تقسم على جدار 3 غادي ترجع 220. دابا الى انايا بغيت هذا الموتور اللي لور رول ديالو يتحمل 220 بغيت انا نديرو تريون، انا هذا الموتور بغيت نديرو تريون، موتور بغيت نديرو تريون ولور رول يتحمل 220. دونك الريزو كي خصو يكون، شحال خص تكون فيه الريزو انترفاس؟ خص تكون فيه 220 فولت. ارانا دابا نفترضوا مثلا وقع الغلط، بمعنى كان الموتور
كان خصو يدار ايطوال وانا مشي درتو تريون. شنو هو المشكل اللي غادي نطيح فيه؟ ويلا كان الموتور كان كان خصو يدار تريونغ وانا درتو ايطوال، شنو المشكل اللي غادي نطيح فيه؟ دابا مثلا باريرور عندي انايا لو ريزو، مثلا ناخذ مثلا هاد ليكزومبل، مثلا اكزومبل دابا سور ان ريزو، سور ان ريزو 380 فولت انترفاس، مثلا سور ان ريزو 380 فولت انترفاس، نورمالمون الكوبلاج كي خصو يدار، الكوبلاج خصو يكون، الكوبلاج دوا اتر اون نيتوال، اون نيتوال الكوبلاج خصو يدار اون نيتوال. هاد الحالة، هاد الحالة 380 انترفاس الكوبلاج خصو يدار اون نيتوال. نفترضو مثلا بار ايرور on a effectué un couplage, le couplage تريون قا خطا الموتور كان خصو يدار اون ايطوال، شرحناها علاش، وحنايا مثلا وقع خطا ومشينا درناه تريون. دابا هنا المشكل وشنو هو اللي غادي يصرى لنا؟ مشينا درناه تريون، شحال قلنا الريزو عندي فيه 380، شحال الموتور كيتحمل؟ الموتور شحال كيتحمل؟ كيتحمل 220. دونك هنايا شنو غادي تجيني؟ غادي تجيني 380 اللي كبيره بزاف على 220. هنا هنايا لو موتور، اتونسيون لو موتور سرا اندوماجي، موتور غادي كيما نقولوا غادي يضيع ليا، حيت لو رول مو كيتحمل غير 220 وانا عطيت له 380. دابا هذا الغلط يوقع في حاله كان الموتور كان خصو يدار اطوال، لاحظوا معايا الموتور كان خصو يدار اطوال وانايا يعني بار ايرور مشي درتو تريون. عقلوا على رقدتي، الا كان الموتور كان خصو يدار اطوال وانا غلطت درتو تريون، غادي نحرق الموتور ديالي، غادي نحرقو حيت غادي نعطي له فلور رول واحد لا طونسيون اللي كبير على لا طونسيون نومينال ديال. دابا غادي نديرو ليكزومبل الثاني، هذا كان مثلا ليكزومبل 1 ليكزومبل الاول، ندوزو ليكزومبل الثاني. غادي نديرو مثلا الخطا في لو سونس الاخر، خطا في لو سونس الاخر. دونك مثلا دابا سور ان ريزو 220 فولت انترفاس، دونك لو كوبلاج خصو يكون، لو كوبلاج خصو يكون دو اتر تريون، كوبلاج خصو يكون تريون. هادشي اللي شفناه هنايا، هاد الحاله هاد، حيت 220 فولت باش ندير تريونغ هي اللي غادي توصل لورولمو، وداكشي اللي كيحتاج لورولمو هي 220 فولت. مزيان، دونك لو كوبلاج خصو يدار تريون. مثلا بار ايرور اون ا افكتوي ان كوبلاج ايطوال، ان كوبلاج ايطوال يعني درنا له واحد الكوبلاج ايطوال، هو نورمالمون كان خصو يدار ليه تريون وانا درت له ان كوبلاج ايطوال. دابا شوفوا شنو وقع عندي هنايا، ها هو ايطوال، هيا هادي هي لا ستركتور تاع ايطوال، دابا عندي الريزو شحال قلنا فيه، الريزو قلنا عندنا فيه 220، في هاد الحالة تاع الريزو 220 فولت قلنا الكوبلاج خصو يكون تريون، أنا قلنا بار ايرور مشينا درناه اون ايطوال. دابا هنا شحال غادي تجيني؟
هنايا غادي تجيني في القيمة غادي تجيني 220 فولت ديفيزي سو راسين دو 3 اللي هي 127 فولت. دونك هنا غادي تجيني 127. سي بون غادي تجيني 127 فولت. هاد 127 فولت صغيرة بزاف على 220 اللي كيحتاجها الموتور انفيريور ا 220 فولت اللي كيخدم بها الموتور. دونك هنا الموتور ما غاديش ينحرق، ولكن واش غادي يوقع له؟ غادي يديماري واحد لا طونسيون اللي ضعيفه بزاف، وهذا هو لوبجيكتيف ديالنا في الديماراج طوال تريون. دابا دونك هنايا لو موتور في هذه الحاله، في هذه الحاله هذه ما غاديش يتوندوماجي ليا الموتور، والا ما هنايا لو موتور ايطالي مونتي في هذه الحاله ايطالي مونتي sous tension réduite. Voilà. Donc الخلاصة شنو هي الخلاصة؟ الخلاصة هو ان الا كان الكوبلاج، لاحظوا معايا، الا كان لو كوبلاج كان خصو يدار اطوال، عقل، الا كان الكوبلاج نورمال هو كوبلاج اطوال وانا درتو تريونغل، هنايا غادي يوقع الموتور غادي يتحرق. دابا العكس، الا كان الكوبلاج اللي خصو يدار تريونغل وانا درتو اطوال، الوغ هنايا الموتور ما غاديش يتحرك، ولكن غادي يتاليمونطا بواحد لا طونسيون اللي هي ضعيفه. سي بون. الحاله الاولى الريزو في 380 انترفاس كان خصنا نديروه اطوال، هذا هي النورمال، وانا درتو تريونغل لقيت ان لورولمو غادي يشد 380 كبيره بزاف على 220 اللي غادي يضيع ليا الموتور. دابا العكس الا كان الريزو 220 انترفاس، يعني الموتور كان خصني نديرو اون تريون وانا غلط ومشيت درتو اطوال، دونك هنا شنو غادي يوقع؟ لورولمو غادي تجيني فيه 220 على جدر 3 هي 127 اللي ضعيفه بزاف على 220. دونك هنا في هذه الحاله الموتور ما غاديش يتوندوماجا، ولكن غادي تاليمونطا سو طونسيون ريدويت، واحد لا طونسيون ناقصه. لو ديماراج ايطوال تريونغل شنو هو؟ قلنا لو ديماراج ايطوال تريونغل هو بارمي لي ديماراج لي اسيريو ليا ديك لاليمونطاسيون سو طونسيون ريدويت، حيت قلنا يعني ديماراج بروغريسيف، هادشي اللي كنت شرحت هنايا قبل. هاد لي ديماراج بروغريسيف يعني كيقول لك دير الموتور ما تعطيلوش لاليمونطاسيون يعني نومينال ديالو ديراكتومون، والا ما عطيها له مقسمه، تفقين على حساب لي طون اللي كاينين. دابا في الديماراج ايطوال تريون كيخدم غير اون دو طون، اون دو طون. دونك كان اليمونتي الموتور بواحد لا طونسيون ريدويت، دونك واحد شويه ويدوز لاليمونطاسيون نوبيلال ديالو. دونك باش ممكن باش يكون ان بالامكانيه اننا نديرو ديماراج ايطوال تريون، لان الديماراج ايطوال تريون شنو هو؟ الموتور غادي يقلع ايطوال واحد شويه ويدوز للتريون، يعني الموتور غادي ديماري اون ايطوال ويدوز للتريون. باش يكون ممكن نديرو ديماراج ايطوال تريون، وشنو يخص وشنو هو الشرط؟ واش ان الموتور في النورمال ديالو خصو يكون تريون، ولا في النورمال ديالو خصو يكون ايطوال؟ فوالا نعاود، باش نقدر ندير ان ديماراج ايطوال تريون، واش نورمالمون الموتور يعني الا بغيت ناليمونتي عادي ديراكتومون، واش داك الموتور يخص يكون يدار ليه اطوال ولا خص يكون يدار ليه تريون؟ الو الا كان الموتور في النورمال ديالو يدار ليه اطوال، في النورمال ديالو مثلا يدار ليه اطوال، وانا درت ان ديماراج اطوال تريون، حيت غادي دونك في الديبار غادي نديماري اون اطوال، الموتور يعني ديمارا نورمال ويدوز للتريون يدوز ينحرق، حيت الا كان اطوال كان خصو يدار اطوال وانا درتو تريون الموتور غادي ينحرق. دونك هادشي اللي غادي يوقع، الا كان الموتور في النورمال ديالو يخدم اون ايطوال وانا درت له ايطوال تريونغ غادي تقلع اون ايطوال مزيان ويدوز للتريونغ غادي يوقع نتا في مشكل. دابا العكس، الا كان الموتور في النورمال ديالو، الا كان الموتور في النورمال ديالو يخدم يدار ليه الكوبلاج تريونغ، الا كان في النورمال ديالو يدار ليه الكوبلاج اللي هو تريونغ، وانا مشيت بغيت ندير له ديماراج ايطوال تريون، سمو غادي يبدا ايطوال ويدوز للتريون. الوغ هو النورمال ديالو هو تريون، فاش بدا ايطوال
هنايا غادي يبدا سو تونسيون ريدويت ويدوز للتريونغل هو لا تونسيون نومينال ديالو. هذا هو ديماراج ايطوال تريون. دونك باش يكون بالامكان اننا نديرو ديماراج ايطوال تريونغل يخص ان الموتور في النورمال ديالو يعني في ديماراج ديريكت ديالو يخص يكون يدار ليه تريون. علاش؟ لان فاش غادي نقلعوا اون ايطوال غادي يبدا بواحد لا تونسيون ناقصه ويدوز للتريونغ يدوز للنورمال ديالو يدوز لا تونسيون نومينال ديالو عادي. العكس لا العكس اللي مشكل الا كان الموتور في النورمال ديالو في ديماراج ديالك يدار ليه ايطوال. دونك هنايا انت غادي ديماري ايطوال يقلع من يدوز للتريونغ غادي 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 ينحرق ليا داك الموتور. دونك هذا هو ديماراج ايطوال تريونغ. هذا الشيء شرحته كامل غير على هذا السؤال. انت ما عرفتش الديتاي كاع هذا الديتاي هذا وانما شنو غادي تشوف قال لك واش لو ريزو ايتيليزي ايتيل ادابتي بور بوفوار فير ان ديماراج ايطوال تريونغ و بوركوا. دونك هنايا واشو غادي دير الجواب باش ممكن اننا نقدروا نديروا ديماراج ايطوال تريونغ يخص الموتور في الديماراج ديالك ديالو يكون تريونغ. وحنا واش ممكن نلقينا الكوبلاج لقينا تريونغ. دونك هذا هو الكوبلاج تريونغ. دونك هنايا وي ممكن. دونك لا تروازيام كيسيون شنو هي؟ Oui, le réseau est adapté pour faire un démarrage étoile triangle. Le réseau est adapté pour faire un démarrage étoile تريون. علاش؟ باسكو لا كا لو موتور دون سون فونكسيونمون ديريكت ولا دون سون فونكسيونمون نورمال même la normale يعني ديماراج ديريكت ديالو est couplé en triangle حيت الموتور في النورمال ديالو كيكون تريون وانت غادي تبدا ايطوال ودوز للتريون وتبقى فيها. دونك هذه هي يعني غادي يبدا بواحد لا طونسيون ناقصه ويدوز للتريون النورمال ديالو. العكس اللي ماشي ممكن لو كان الريزو اللي خدامين عليه كيخص الموتور يدار ليه ليطوال دونك ما تقدرش دير ديماراج ايطوال تريون. فوالا دونك هذا كان السؤال 3. كملوا في السؤال اللي وراه عطاوني هنا السؤال هذا فوالا. دونك السؤال دابا سالينا مع السؤال 3. Donc là, le moteur est soumis à divers essais qui donnent les résultats suivants. On a obtenu la résistance mesurée entre deux phases. On a la résistance qui a obtenu, mais c'est la résistance d'un enroulement. On a la résistance mesurée entre deux phases. Kedalik, l'essai à vide. La vitesse qu'a obtenu d'aimant. هي لا فيتاس ديال السينكرونيزم سي بون. انا لا فيتاس ديال السينكرونيزم غادي تكون باينه حيت عندي لا فريكونس عندي لي بير دو بول. لا بويسونس ابسوربي في لو كان تاع افي عطاوني فيها 200 واط والكورون ابسوربي 1.5 امبير مزيان. في لي سي اون شارج نومينال اي سي اون شارج نومينال لا طونسيون داليمونطاسيون دائما 380. لا بويسونس ابسوربي 2.5 kW, le courant absorbé 4.7 A, la vitesse nominale 1410. Sur Rabeg Al-Kassidi proposer et décrire une méthode expérimentale permettant la mesure de la puissance active par le moteur. Voilà. Donc là, à chaque fois que vous avez ce sujet, la méthode des deux wattmètres. احسن ميثود هي لا ميثود دي دو وات متر. اسمو هي لا ميثود دي دو وات متر. وكيكون عندك الموتور تاع بحال هاك
d'avoir un moteur asynchrone triphasé. Et là, la mise à la terre. D'abord, Nakhdo. Désolé. Nakhdo maintenant les phasiennes. D'abord, on a les phases. Phase. Voilà la tension d'alimentation U qui est contre un réseau. Donc, il y a une tension d'alimentation U qui est contre un réseau. C'est bon. La méthode de 2 wattmètres, je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit la phase Lula, ou la phase Tania, ou la phase Delta. بالنسبه للواتمتر الاول غادي نبرونشيوه ما بين لا فاز الاولى غادي نبرونشيوه الواتمتر الاول ها هو واتمتر 1 غادي نبرونشي ما بين لا فاز الاولى ولا فاز الثالثه سي بون عاود نبرونشي الواتمتر الثاني الواتمتر الثاني ما بين لا فاز الثانيه ولا فاز الثالثه C'est bon. Donc, il y a la méthode des 2 wattmètres. Bzaf les stagiaires qui ont fait ça. La méthode des 2 wattmètres qui dit que le wattmètre l'ou est branché entre l'oula ou tania. Ou le wattmètre tani dit que le tania ou telta. Là, d'aimen, ma telta. L'oula ma telta ou tania ma telta. D'abord, les 2 wattmètres, chaque wattmètre va afficher la valeur. Donc, le wattmètre 1 indique la puissance, mettons, P1. Ou le wattmètre tani qui indique qu'il y a la puissance P2. Donc, à partir de deux valeurs P1 ou P2, je vais te dire que les informations sont les mêmes. L'absorbé, le réactif, le cosphé, l'apparente, tout ce que je vais te dire. Donc, c'est ce que je vais te dire. C'est le module 6. L'analyse des circuits à courant alternatif chapitre de triphase. Donc, بالنسبة la puissance absorbée. La puissance absorbée, okay, je vais vous dire que vous avez P1 plus P2. Voilà. C'est la puissance absorbée active. Il a pris réactive. Je vais dire que vous racine de 3 fois P1 moins P2. Il abrite l'apparente absorbée. Elle dit qu'on y a racine PA au carré plus QA au carré. C'est bon? Il abrite le cosphi. Je nous ai dit qu'on y a PA sur le SA. Active à l'apparente. Il abrite le courant à la ligne. C'est-à-dire qu'on a le S, la puissance apparente, sur racine de 3 fois U. Voilà. Donc, c'est un arrêt rappel. Donc, la méthode des 2 wattmètres, c'est une puissance, c'est une méthode qui est très puissante. Mais il y a un qu'on a fait un schéma qui fait ce qu'il y a. Donc, هو راه طلبوا منا يعني صراحة ما طلبوش منا زعما قاعد المعطيات اللي كاينين هنايا واسمو قالوا لنا بروبوزي اي ديكري اون ميثود يعني واحد طريقة يعني عملية بيرميتون لا ميزور دو لا بويسونس اكتيف ابسوربي يعني هما غرضهم غير بلا بويسونس اكتيف ابسوربي كون تقدر دير غير واتمتر يعني لجينا نشوفو تقدر دير غير واتمتر واحد ou يعني واتمتر تريفازي انا جينا نقول واتمتر تريفازي يعبر لك ديريكتومون لا بويسونس اكتيف بصح انايا كنفضل لا ميثود دي واتمتر حيت غادي تعطيك داكشي اللي راهم باغيين هما اسمهم راهم باغيين غير لا بويسونس ابسوربي هادشي اللي باغيين راهم يعني كما يقولوا يعني هاد لا ميثود دي واتمتر ما غاديش تعطيك غير داكشي اللي باغيين وتعطيك حتى داكشي اللي ما سولوش عليه الكي والاس الكوس الاي كلشي كتخرجوا من لا ميثود دي واتمتر فوالا دونك مزيان تعرفوها دونك هنايا قال لك بروبوزي اون ميثود صافي درناها السؤال الخامس شنو قال لنا كالكولي لا فريكونس دو سينكرونيزم لا فريكونس دو سينكرونيزم يعني ان اس
la fréquence de synchronisme, yani la vitesse ديال الشون تورنو كتساوي 60 اف سور بي. انا عطاوني المعطيات في الاول قالوا لي هذه سي ماشين اللي هي كي دايره تترا بولار 4 بول يعني 2 بير 2 بول يعني 2 بير 2 بول واضح. و لا فريكونس راه 50 هرتز دونك هنايا 60 في 50 على 2 دونك شحال هي ان اس ها 1500 تور بار مينوت مزيان. دونك هذا السؤال بيتي تا دوزو بيتي بي لو فاكتور دو بويسونس افيد افيد لو فاكتور دو بويسونس افيد. نشوفوا المعطيات نتاع افيد شنو فيهم. فيهم بي زيرو وفيهم لو كورون فوالا. دونك عندي شنو غادي ندير افيد شنو غادي يكون عندي عطاوني هاد الزوج معلومات لا بويسونس و الكورون. دونك افيد بي شوفو بي ولا رولاسيون اللي عندنا في الاكتيف واسمو هي بي كتساوي راسين دو 3 راسين دو 3 اي كوس كوس في. وانا راني في افيد نخدمو بلي دوني تاع افيد لا بويسونس ابسوربي سباها بي 0 راسين دو 3 الاو راه تبقى غير هو لانه لا طونسيون تاع الريزو هذا لا طونسيون داليمونطاسيون ميتوبلي فوا لو كورو اللي غادي ابسوربيه الموتور هو اي 0 كورو افيد فوا كوس في 0. هما لا راهم يقلبوا راهم يقلبوا على لو فاكتور دو بويسونس افيد. دونك شنو غادي يساوي لو فاكتور دو بويسونس افيد بي 0 سور راسين دو 3 اي اي 0 حال دارت بي 0 عطاوني فيها 200 200 راسين دو 3 فوا ريزو قالوا لي الريزو راه قالوا لي قولي لك ريزو داليمونطاسيون شنو هو الريزو اللي خدمنا عليه. دونك هذا الريزو دونك الكومبوزي ديالو 380 380 فوا لو كورون شحال افيد 1.5 تو سهل. دونك غادي نديرو 200 نقسموها على جدر 3 فوا 380 هو 1.5 تساوي 0.2. دونك لو فاكتور دو بويسونس افيد هو 0.2 هذا بوتي بي. دوزو بوتي سي دوزو هنايا فوالا. هنا بغاو شنو لي بيرت ميكانيك سي لي بيرت مانيتيك. هاد لي بيرت مانيتيك راهما لي بيرت فير راهما لي بيرت فير. دونك هما بغاو لي بيرت ميكانيك الى علما ان لي بيرت مانيتيك يساوي 105 105 واط فوالا. دونك هنايا البيلون والبيلون فين غادي نديروه بالضبط نديروه في لي سي افيد تبقين لان لي بيرت كوليكتيف كان نجبدوهم بار لي سي لي سي افيد. دونك البيلون دائما كيكون لا بويسونس ابسوربي ومن بعد لها كيضيع بها البيرت جو ستاتوريك وكيمشيو ليا لي بيرت فير كتبقى ليا بريسونس ترانسميس كيمشيو بها لي بيرت جول روتوريك كتبقى ليا لا بويسونس ميكانيك توتال كيمشيو ليا لي بيرت ميكانيك تبقى ليا لا بويسونس اوتي. هذا دائما كاينه. دونك شنو غادي نكتب نكتب لا بويسونس ابسوربي غادي تساوي ليا لا بويسونس اوتي زيد عليها كاع داك لي بيرت اللي كاينين اللي هما لي بيرت جو ستاتوريك بلس بيرت فير plus perte joule rotorique plus perte mécanique c'est bon. شنو غادي نقولوا افيد شنو غادي يتبدل هو ان لا بويسونس اوتيل افيد كتكون 0
كذلك لي بير جو روتوري حتى هما زيرو، هذا الشيء في افيد، هذا الشيء كاين في افيد. دونك بسطور علاقه شنو تولي ليا لا بويسونس ابسوربي افيد بيان سور هي بي زيرو شحال تساوي لي بير جو ستاتوريك افيد نديرهم انديس، كنديرو انديس زيرو ولا كنديرو انديس في، يعني بور ديستانغي لو فونكسيونمون افيد على لي فونكسيونمون اون شارج. دونك بي زيرو تساوي بير جو ستاتوريك بلس بيرت فير اللي سماهم لي بيرت مانيتيك بلس بيرت ميكانيك. الا راهم كيقلبو هما راهم يقلبو على لي بيرت ميكانيك، ولكن راه عاد يخصوني لي بيرت جو ستاتوريك، راهم يخصوني هادو اور خصني نحسبهم لي بيرت جو ستاتوريك افيد شنو كيساوي. هنايا حداو راسكم، حداو راسكم علاش؟ لان اش من ريزيستونس راهم عاطيننا هنايا، راهم عاطيننا لا ريزيستونس ميزوري اونتر دو بورن اونتر دو فاس، ما عطاونيش لا ريزيستونس ديال شاك اونرولمون سي بون. دونك في لو مومون اللي كيعطيونا لا ريزيستونس ميزوري اونتر دو بورن هنايا ما كنسقسيوش كاع الكوبلاج، كنخدمو بثلاثه على زوج ار اي او كاري ديريكتوم سي بون. لو مومون الا عطاوك لا ريزيستونس ديال شاك اونرولمون ديك الساعه، وا ديك الساعة إلا كان إطوار كدير 3 R إي كاري، إلا كان تريون كدير غير R إي كاري. دابا عطاوني لا ريزيستونس ميزوري أونتر دو فاز، دونك كالكو سوا لو كوبلاج كتخدم بهاد لا رولاسيون 3 على 2 سماوها R S لو كورون أو كاري. أش من كورون؟ لو كورون أفيد، لأنني راني في لي سي أفيد. تساوي 3 على 2 هي 1.5 ميتيبليي فوا R S تا هي 1.5 سي بون، ميتيبلي فوا لو كورون اي زيرو، اي زيرو تا هو 1.5 فوالا 1.5 او كار. يعني الا جيت تقول 1.5 اس 4 حسبوها 1.5 في 1.5 في 1.5 او كار، دونك هنايا 1.5 اس 4 دونك 5.06 وات. دونك لي بير جول ستاتوريك افيد نقولو حنايا 5 وات. دابا عاد كمل الحساب ديالي، شنو راني باغي؟ راني باغي لي بيرت ميكانيك. دونك لي بيرت ميكانيك شنو غادي يساوي؟ لا بويسونس ابسوربي افيد كلا بها لي بيرت جول ستاتوريك افيد كلا بها لي بيرت فير اللي هما لي بيرت مانيتيك تساوي بي زيرو. شحال عطاوني فيها بي زيرو؟ فينا هي؟ هي هاد 200، ها هي 200 نقص بها 5 نقص بها شنو اخر لي بيرت فير شحال عطاوني فيهم؟ هادو 100 105 هاد 100 عطاوني فيها 105 فوالا 105 شحال غادي تساوي؟ دونك عندي 200 قلع بها 5 وقلع بها 105 تساوي 90. دونك لي بيرت ميكانيك تساوي 90 واط. دابا هاد بارت ميكانيك خصنا نخزنوها، خصنا نعقلو عليها، واسمو عندي حتى لي بارت فير قالوا لي فيهم 100 105 واط. علاش هادو زوج غادي يصلحوا لي حتى في لي سي تاع اون شارج، غادي يخدموا لي حتى في لي سي اون شارج هادو لي بارت كوليكتيف. الشيء الاخر ما عندي ما ندير به، لي بارت جو ستاتوريك راني حسبتهم في لوكان تاع افيد، الا كنت غادي نحتاجهم خصني في اون شارج خصني نعاود نحسب. علاش؟ لان الكورون غادي يتبدل سي بون، كذلك لا بويسونس ابسوربي كذلك كلشي، قلنا ما عدا لي بارت كوليكتيف هما اللي يبقاو خدامين لي سي افيد يبقاو خدامين على لي حتى في لي سي اون شارج. كملوا في وصلنا السؤال 6 درناه، دابا غادي ندوزو الفونكسيونمون اون شارج. نعم ندوزو الفونكسيونمون اون شارج. في الفونكسيونمون اون شارج قالك اسيدي كالكولي لو غليسمون. السؤال الاول سؤال هنا سؤال 6A قالوا لي الجليسمو، الجليسمو هو ان اس موا ان سور ان اس. شحال عطاوني في الان؟ الان عطاوني فيها ها هي في تاس نومينال 1410 لي سي اون شارج نومينال 1410 حسبوا. عندي ان اس 1500 موا 1410 ناقص
1500 موا 1410 قسموها على 1500 زيرو فيرجيل زيرو سيس يعني 6%. هذا كان بالنسبة ستة أ. غادي نشوفو ستة بي. هذا درناه بي. كالك لا فريكونس دي كورون روتوريك فوالا. دونك هنايا هاد لا فريكونس دي كورون روتوريك راني شرحتها في واحد الفيديو، وليو الكور تاع الموتور اسانكرون، وليو وبالضبط لا بارتي تاع الجليسمون بارتي الزوجه بارتي دو، لا بارتي تاع الجليسمون في بارتي الزوجه. دونك انا غادي نعطيكم لا فورمول ديريكت ديمونستراسيون ديالها، راني دايرها تما سي بون. دونك الفريكونس نتاع لي كورون روتوريك غادي يكونوا ديريكتومون دير الجليسمون فوا الفريكونس تاع لي كورون ستاتوري. دونك فريكونس الجليسمون قلنا هو 0.06 ميتيبلي فريكونس نتاع لي كورون ستاتوريك هو 50 هرتز. دونك شحال تعطيني اف ار الا درنا 0.06 فوا 50؟ شحال تعطي مضروبه في 50 تساوي 3 هرتز. دابا هذا الفريكونس نتاع لي كورون اندوي، لي كورون اللي غادي يكونوا اندوي الا عقلتو في دوك لي بار نتاع الالومنيوم نتاع لا كاج نتاع الروتور سي بون. هادو لي كورون اندوي في الروتور الفريكونس ديالو تا هما يكونوا سينوزويدو، ويكون الفريكونس ديالهم هو الجليسمون في الفريكونس نتاع ستاتور. في الحاله ديالنا 3 هرتز. نكملوا، كان هذا 6 بي، نشوفوا 6 سي. دابا بغاو لي بيرت جول او ستاتور فوالا 6 سي. لي بيرت جول او ستاتور لا رولاسيون راني هضرت عليها هي 3 على 2 ار اس اي كاري. شنو غادي تبدل هنا؟ غادي تبدل غير لو كورون، حيت قبيله كحسبتها في لو كورون افي، دابا غادي نحسبها مع في لو كان تاع اون شارج. علاش 3 على 2؟ حيت ار اللي عطاونا لا ريزيستونس ميزوري اونتر دو فاز، ماشي ما عطاونيش لا ريزيستونس ديال شاك اورمون، انما عطاو لي لا ريزيستونس ميزوري اونتر دو فاز. دونك غادي تكون 3 على 2 ار او كاري شحال غادي تساوي؟ قلنا 3 على 2 هي 1.5 في ار اس هي 1.5 في الكورون. اش من كورون غادي ناخذ؟ غادي ناخذ لو كورون هذا 4.7 تاع اون شارج 4.7 او كار. دونك لي بير جو ستاتوريك غادي يساويو شحال؟ قلنا 1.5 فوا 1.5 فوا 4.7 او كار تساوي 49.7 وات. دونك هادو هما لي بيرت جول ستاتوريك، لي بيرت جول ستاتوريك. لي موراه لي بيرت جول روتوريك فوالا، لي بيرت جول روتوريك 6 دي. لي بيرت جول روتوريك شنو كيساويو؟ كيساويو قلنا لو غليسمون فوا لا بويسونس ترانسميز. اور لا بويسونس ترانسميس شنو كتساوي؟ الى ولينا البيلون فوق داك البيلون هنا هو هالا هاد البيلون هذا، بغينا لا بويسونس ترانسميس شنو غادي نديروها؟ نديروها هي لابسوربي ونقص بها هاد الجول بير جو ستاتوريك ونقص بها حتى لي بارت لي بارت فا. دونك لا بويسونس ترانسميس ايغال لا بويسونس ابسوربي موان لي بارت جول ستاتوريك موان لي بارت لي بارت فعل. دونك هنايا شنو غادي نحسبوها لابيسونس ترانسميز؟ مزيان نحسبوها. شحال غادي تعطينا؟ ابسوربي 2.5 كيلو وات، يعني هي 2500 وات، موان لي بارت جول ستاتوريك 49.7 موان لي بارت فعل. فوالا كنا كنت حسبتهم في لو كان تاع، ماشي حسبتهم نورمالمون عطاوهم لي لو كان تاع هاد 105. هادو انا حسبت لي بيرت ميكانيك هما عطاوني لي بيرت فير. دونك ناقص 105 قيس 105 شحال غادي تساوي ليا لا بيسونس ترانسميز؟ دونك عندي 2500 نقص منها 49.7 ونقص منها 105 تساوي
دونك غتكون 2345.3 واط. مازال ما ساليتش حيت باقي ليا نضرب في الجليسمون، دونك بير جور روتوريك ديال الجليسمون، والجليسمون هو 0.06، ضربها في 2345.3 شحال غادي تعطيك؟ دونك هاد الشيء غادي نضربوه في 0.06 تساوي، دونك بير جور روتوريك يساوي شحال خرجت لنا؟ 140.71 واط. هادي هادو هما لي بير جور روتوريك. سبنا لي بير جور روتوريك، بقات لي لا بويسونس اوتيل. لا بويسونس اوتيل دونك وصلت 6 او لا بويسونس اوتيل شنو غادي تساوي؟ نولي للبيلون ولا نرسم واحد البيلون اخر هنايا. البيلون انايا كما كنقول لكم دائما خصكم يكون بين عينيكم، فوالا، لان باش تعرف العلاقات ديالك كيفاش تجبدهم. بون بس ميكانيك توتال بيرت ميكانيك عاد لا بويسونس دونك هذا هو البيلون. دونك شنو بغاو؟ بغاو هما لا بويسونس اوتيل هادي، سواء غادي دير لابسوربي وتنقص بها بيع وشريه كامله اللي هنايا، ولا ما بغيتش تطول على راسك الطريق غادي تبدا غير هاد، حيت البويسونس ترونسميز راهي عندك، وسما غادي دير تنقص بها غير هاد الزوج، غير لي بير جور روتوريك ولي بيرت ميكانيك. دونك انا بريفيري هادي التاليه، علاش غادي كيما نقولوا نولي مارش اريير بزاف ونقص هاد الشيء كامل؟ واخا هي صحيحه. دونك نديرو شنو غادي نديرو؟ هي لا بويسونس ترونسميز ونقص بها لي بير جول روتوريك ونقص بها لي بير ميكانيك صافي. نعوضو لا بويسونس اوتيل ايغال ترانسميز، شحال لقينا فيها ترانسميز؟ لقينا فيها 2345.3 ناقص لي بير جول روتوريك شحال لقينا فيهم؟ 140.71 ناقص لي بيرت ميكانيك هما اللي حسبتهم كانوا خرجوا لي 90، كنت حسبتهم في لي سي اون شارج. فين هما؟ ها هما، هادو هما كانوا خرجوا لي 90. نولي 90 هكذا. دونك لا بويسونس اوتيل شحال غادي تساوي؟ لا بويسونس اوتيل حسبوها 2000، قلنا 2345.3 نقص بها 140.71 وزيد نقص بها 90 2000 و 114.59 واط. هذه لا بويسونس اوتيل، هذه بالنسبه لا بويسونس اوتيل. فوالا السؤال اللي موراه قال لك لو مومون تاع لو كوبل اوتيل اف اي موراها لو روندومون. دونك 6 وصلنا قلنا السؤال 6 اف شنو بغا لو كوبل اوتيل؟ لو كوبل اوتيل شنو كيساوي؟ هو لا بويسونس اوتيل سير لا فيتاس اوميغا. لا فيتاس اوميغا، لا فيتاس اوميغا راه هي 2 بي سور 60 فوا ان، سي بون؟ حيت اوميغا كتكون راديون بار سكوند وانا عندي لا فيتاس تور بار مينوت. دونك لا بويسونس اوتيل هنايا 2114.59 نقسموها على من 2 بي سور 60 فوا لا فيتاس هي 1410، هادشي اللي عطاوني هما في المعطيات. دونك شحال تساوي؟ حسبوها. دونك هذه فاصله 59 ضربوها في 60 بعدا هي الاول تساوي قسم على 2 بي فوا 1410 تساوي 14.32 ها فين 14.32 نيوتن متر. نديرها هنايا راسها
Donc le couple utile. 14 facile à 32 newton في المتر. خلي الاكزرسيس طويل شويه بصح مزيان يعني تذكر به الكور يعني قاعد داك الشيء كما قلت تابليكي. قال لي 6 اف 6 جي اللي هو سؤال سؤال روندومون. قالت لي روندومون ساهل. شنو غادي دير؟ لا بويسونس اوتيل سو لا بويسونس ابسوربي. لا بويسونس اوتيل راني كنت خرجتها فين هي؟ ها هي 2114.59 2114.59 قسموها على من؟ على لابسوربي. كانوا عطاوها لي قالوا لي في لابسوربي فين هي؟ ها هي لابسوربي هذه 2.5 كيلو وات يعني 2500 وات تساوي حسب. دونك 2114.59 قسموها على 2500 تساوي دونك روندومون 0.84. دوزو السؤال السابع. شنو عطاوني فيه؟ دونك في لا كيسيون 7 قالوا لي اون ديماراج ديريكت سور لو سيكتور لو موتور ابسورب ان كورون دو ديماراج 15 امبير. Voilà. Et le moment du couple de démarrage 24 newton mètre. Voilà. Donc point. Donc on démarre le moteur, on étoile sur le secteur utilisé, ci-dessus. Yani dak raison ta 380 interface. C'est bon. On admet, donc on attend une information, on admet que le moment du couple de démarrage est proportionnel au carré de la tension. Le moment du couple de démarrage est proportionnel au carré de la tension appliquée à un enroulement du stator. Déduire la nouvelle valeur du moment du couple de démarrage. الو نشرحوا هذا الشيء بعدا. قال لك سيدي ان في الديماراج ديريكت يعني في نتاع الموتور يعني لا ديمارينا اون تريون الى ديمارا اون تريون لو كورون اللي غادي ابسوربي 15 امبير ولو كوبل نتاع الديماراج اللي غادي يقلع به هو 14 نيوتن متر. دابا قال لك هذا الموتور اللي لو كان ديماري يعني ديريكتومون بالتريونغ ديماريتو كورون دو ديماراج يكون 15 امبير ولو كوبل دو ديماراج يكون 24 امبير. قال لك لو كان ديماريوه اون اتوال قال لك عطيني لا نوفيل فالور نتاع لو كوبل دو ديماراج. ولكن هنا عطاوني واحد المعلومه قال لك اون ادمي نقبلوا ان لو كوبل دو ديماراج كيكون بروبورسيونيل مع الكاري ديال لا طونسيون ابليكي على واحد لونرولمون. دونك هنايا شوفوا معايا. دونك عندي هنايا لو كوبل دو ديماراج بروبورسيونيل. اسمها بروبورسيونيل هي توجد واحد الثابته ك متناسب مع من مع الكاري المربع ديال لا طونسيون ابليكي فواحد لونرولمون. فوالا دونك ك فوا في كاري و في هو لا طونسيون اللي تابليك على واحد لونرولمون. واضح. دابا نشوفوا الا كان مثلا في لو كان تاع اطوال هاك هو دابا فين هو هاد في هذا في هو هاد هذا هو في هو في سي بون. مثلا في لو كاتريون فين هو هذاك في هاد في هو هو هذا
دابا لو كوبل دو ديماراج اللي راهم يهضروا عليه قال لك متناسب مع الكاري نتاع لا طونسيون اللي تابليكا على واحد لون رولمو. دابا الا جيت نشوف قال لك في الديماراج مثلا نشوفوا في لو كا في هذه الحاله هذه، شوف معايا في هذه الحاله، غادي ناخذوا مثلا نفس الريزو، ناخذوا نفس الريزو تقيل، هذا الريزو مثلا انترفاس فيه لا طونسيون او سي بون، نفس الريزو حيت هنا راهم غادي يديروا ديماراج طوال تريون الريزو، يعني نفس الريزو ها هو الريزو عندي الريزو ديالي او. في هذه الحاله، في هذه الحاله تاع ايطوال عندي في يساوي او سي بون، عندي هنايا في تساوي او لا لا فوالا. بينما في هذه الحاله تاع تريونغل عندي في شحال كيساوي، كيساوي او على جدر، جدر 3 في كيساوي او على جدر 3 واضح. دابا الى جيت نشوف لو كوبل دو ديماراج شحال نقسم هذا ولا زوج هنايا هكذا باش ما يتخلطش عليا، هكذا دابا الى جيت نشوف في هذه الحاله لو كوبل دو ديماراج تي دي، وهنا في تي دي ديالاش انا راني في الحاله نتاع تريون نرمزو لها مثلا تي دي دلتا، شنو قلنا العلاقه؟ العلاقه شنو كتساوي؟ قلنا ك في كاري ياك، يعني هنايا يكون عندي ك في كاري، ك في كاري في هذه الحاله نتاع التريون في هو الاو، دونك عندي هنايا ك او كاري حيت عوضت في باش عوضتها، عوضتها بسميتو عوضتها بالاو مزيان. ها هي ارانا نشوفوا هذه الحاله هذه نتاع لي طوال، نرمزوا لها مثلا لو كوبل هنا عندي لو كوبل دو ديمارا اسمو تي دي اي كراك اسمو، قلنا العلاقه دائما اسمو فيها العلاقه اسمو فيها هذه قلنا تناسب ك في كاري مزيان، ها هو ك في كاري، ولكن هنايا لا عوضت واش غادي تولي عندي؟ تولي عندي ك V هي U على جدر 3، U على جدر 3 أو كاري هي U كاري على جدر 3 أو كاري هي 3 سي بون. ها هي دابا لاحظوا معايا واحد المسألة، إلا مشيت درت تي دي، لاحظوا معايا إلا درت تي دي نتاع في الحالة نتاع إطوال وقسمتها على تي دي في الحالة نتاع تريون شنو غادي تساوي؟ في الحالة ديال الإطوال ك او كاري على 3، والحالة تاع التريونغ هنايا ك او كاري، دونك غادي تمشي ليا ك او كاري ك او كاري شنو تبقى لي؟ تبقى لي واحد على 3، بمعنى ان تي دي ايكغاك على تي دي دلتا كيساوي واحد على 3، بمعنى ان تي دي ايكغاك شنو غادي يساوي؟ تي دي دلتا على 3، لو كوبل تاع الديماراج نتاع الديماراج في الحاله تاع اطوال كيساوي الثلث نتاع على لو كان ديرو اون تريون. بمعنى هما من قالوا لي هنايا في التمرين قال لك اسيدي اننا الموتور ما فاش ديماريناه اون ديماراج ديريكت في الديماراج دي، هنا الكورو هنا غير زادوه نورمال ماتش نسحقوا في السؤال اللي بغاو هما ماشي نسحقوا هاد لو كورو هذا. قال لك اسيدي لو كوبل دو ديماراج كيساوي ليا 24 نيوتن في المتر، 24 نيوتن في المتر هذه ابسور بها هذه كي ديفلوبيها الموتور هذا كوبل دو ديماراج، في حالات الا ديماريت الموتور اون ديماراج ديريكت على السيكتور يعني على الريزو يعني اون تريون اون تريون. دابا قال لك الا اليمونتيت نفس الموتور بغيت ندير له ديماراج اطوال تريون يعني غادي يبدا اطوال، وهذا الكوبل دو ديماراج 24 نيوتن متر كيخرج الموتور الى تكوبلا اون تريون. دابا اون اطوال شحال غادي الى كان 24 نيوتن متر كيديفلوبيها اون تريون؟ اون اطوال شحال غادي يديفلوبي؟ هي تقسمها على 3. دونك في الحاله ديالنا الا راهم يقلبوا راهم يقلبوا على لو كوب دو ديماراج في لو كان تاع اطوال يعني غادي يكون في الحاله هي 24 على 3 شحال دارت؟ هي 8. دونك السؤال ان الجواب ديالنا اللي راهم باغينه هو 3 هو 8 نيوتن متر
8 نيوتن متر. هادشي اللي راهم يسولوا عليه هنا ديدوير لا نوفيل فالور ديال لو مومون دو كوبل دو ديماراج. لا نوفيل فالور ديال لو مومون دو كوبل دو ديماراج حيت لو كوبل دو ديماراج الى ديمارا الموتور على الريزو ديريكتومون يعني بالتريونغ ديالو بالتريونغ غادي ديفلوبي واحد 24 نيوتن متر. دابا الى قال لك اون ديمار لو موتور اون نيتوال هادي قال لك اون ديمار لو موتور اون نيتوال فالتالي سولك على من على المومون دو كوبل دو ديماراج. حنا بينا حنا بصفه عامه برهنا عليها ان لو كوبل دو ديماراج نتاع لي طوال كيساوي لو كوبل دو ديماراج تاع دلتا مقسوم على 3. هذا الى افترضنا نفس الريزو هذا الى افترضنا رانا خدامين على نفس الريزو. هذه هي الديمونستراسيون اللي درناها حنا نفس الريزو او انترفاس سي بون شي اللي بين وتبعنا هذه الفرضيه اللي عطاونا قالوا لي ان اون ادمي ان لو كوبل دو ديماراج كيكون متناسب مع الكاري نتاع لا طونسيون اللي مابليكي على واحد لورون فوال. دونك سالينا التمرين 10 نحبسوا هنايا حتى التمرين الاخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.